سيارات الامن يبغى اول شيء يبدون بالحمله هم ابدوا بسيارات الامن اول شو لهم كلهم خموهم وحطوهم في الحوش هناك. بالله عليكم سيارات امن في كل دول العالم، كل دول العالم السيارات مرقمه، السيارات مرقمه في كل دول العالم عليها ارقام، عليها حتى شفت الشرطه في حق امريكا وذا، ما بنقول على امريكا لا تروحون بعيد امريكا، شوفوا بس عندكم في دول الخليج في السعوديه وذا تيجي تحصل فوق السياره رقم فوق فوق 1 6 9 1 5 4 1 0 5 ارقام عليها في السقف، في سقف السياره هنا فوق في فوق. ليش؟ لان الطائره لما تصور او من فوق البنايه اذا مرت سياره شرطه يقدر يقول ايش من سياره مرت من تحت. هذول لا معاهم لا ارقام لا من فوق ولا من تحت، لا من قدام ولا من وراء، يلا بس امشي. اول شيء مفروض يبدوهم هم يشلوا السيارات حق شلال دي كلها يطرحوها داخل. يمكن هذا ما هم شرطة يا أخي، إيش دراكم؟ كل واحد انتبه للباص حقه، كل واحد انتبه لسيارته، إذا شلوها شوفوا خلاص راحت عليه. بتروح بتمسك من إيش بتقول لهم؟ إيه من أمن شل سيارتي؟ إيش من رقم؟ كل واحد صبغ سيارته على شكل لون الأمن وجو شلوا سياراتكم. أصلاً هو في أمن أنتوا عندكم؟ حبتين 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 من فوق الطائرة بس شغالين حبتين. يا جماعة الخير هذول حق سمبوسة اتطوروا شوي الآن أصبح حق مطبق، حق مطبق راحوا جدة، راحوا جدة هناك في المحمل ولا وين ما أعرف وين سكنوهم. وحبتين يا أخي خلونا نشرب شاهينا مدري قهوتنا مدري كبت كبت شينو مش كبت كبت ها كبت كبت شينو. لا يبرد علينا الجو بارد شوي. خلصنا الرغوة وعاد ما شربنا الكابتشينو. الرغوة خلصت علينا. شوف المنظر كيف هنا. يا الله يا الله يا جماعة الخير اللي معاه سيارة اللي معاه باص ما عليه رقم منتهية ملكيته يشيله يدخله الحوش يطرحه في الدخش يبعده من الطريق لأن اللي جايين بيشيلوا سياراتكم ما معاهم أرقام. يلا هنخذوا لكم العين والسلام ختام بقى نشرب قهوتنا وبقى نمشي.